طيب دكتور غادة، عايز اعرف من حضرتك، الصندوق مهتم بالمدارس التكنولوجية مثلا، بالمدارس الفنية، هل في منح تعليمية ما للطلاب؟ ايه نوع التعليم اللي المفروض الصندوق مهتم بانه يوصل للمناطق الاكثر احتياجا؟ وازاي اصلا بتوصلوا للمناطق دي وبتعرفوا هما محتاجين ايه؟ أنا عاوزة أدي حضراتكم والسادة المشاهدين فكرة عن الخدمات اللي بيقدمها الصندوق. الحقيقة صندوق التعليم حياة القومي الخيري يقدر إنه يقوم ببناء مدارس لما بتكون المنطقة ما فيهاش مدرسة والطفل يتكبد عناء يعني الذهاب للمدرسة في جو الحار أو شديد البرودة أو حتى يركب مواصلات غير آمنة. يرتبط التعليم في ذهن الطفل بتجربة سيئة، وبعدين نرجع نقول أولادنا مش بيحبوا يروحوا المدرسة ليه. بس الحقيقة مبادرة حياة كريمة قايمة بالواجب، ويعني بتبني مدارس في كل قرى مصر. لكن حضرتك، هل في تعاون ما بين الصندوق ومبادرة حياة كريمة؟ لأن بنشوفهم بينفذوا أيضا مدارس. في تعاون بين الصندوق وكل جهات الدولة، وهشرح لحضرتك إزاي. ولو المدارس موجودة وحالتها غير جيدة، صندوق التعليم حياة القومي الخيري يقدر إن هو يعيد تأهيل هذه المدارس. لو المدارس موجودة وحالتها جيدة، ممكن نعمل فرش وتجهيز وتأثيث لهذه المدارس. لو المدارس موجودة وحالتها جيدة، ممكن ان احنا نزود المدارس بوسائل التعليم الحديثة زي الداتا شو والسمارت بوردز وهكذا. ولكن المدرسة الحقيقة عنصر واحد من العملية التعليمية، وصندوق التعليم حياة مهتم بكل عناصر العملية التعليمية، بكل مراحل التعليم وكل انواع التعليم. فنقدر ان احنا نعمل دورات تدريبيه للمدرسين، وتجربه كورونا اثبتت ان مش كل المدرسين يجيدون التعامل مع التكنولوجيا. اكزاكتلي. برضو صندوق التعليم حياه يقدر ان هو يقدم منح للطلبه المتفوقين والغير قادرين على تكمله تعليمهم. صندوق التعليم حياه ايضا يستطيع انشاء منصات تعليمية إلكترونية، وحضراتكم شايفين من تجربة كورونا ممكن التعليم يتحول لتعليم إلكتروني في غضون بضع سنوات. أيضا صندوق التعليم حياة مهتم جدا بمدارس التربية الفكرية بتوع أحبابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. أخيرا وليس آخرا، صندوق التعليم حياة مهتم بدعم التعليم الفني، وده اللي يوصلنا لنموذج مدارس تكنولوجيا التطبيقية اللي حضرتك أشرت لي في مقدمتك. الحقيقة نموذج مدارس تكنولوجيا التطبيقية نموذج عبقري، لأنه هو شراكة بين الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والمستثمرين من القطاع الخاص. فاللي بيحصل أنه الدولة عندها مجموعة كبيرة من المدارس الفنية، لكن حالتها قد تكون غير جيدة والدولة ما عندهاش الموارد لتطويرها، فبنستدعي المستثمرين من القطاع الخاص لأن احنا بنحل لهم مشكلة، مشكلتهم في العثور على العمالة المؤهلة والمدربة. تدريب عالي. فاللي بيحصل ان المستثمر تجهيز ليهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل ليهم لما يخلصوا. بالظبط. فالمستثمر بيجي يعيد تأهيل المبنى، يجهز المعامل حسب نوع القطاع، وبيجي دور صندوق التعليم حياة في تطوير العملية التعليمية داخل هذه المدارس. بمعنى ان احنا بنروح للمستثمر وبنسأله ايه المهارات اللي انت بتتطلبها في العمالة فبيقول لنا مجموعة من المهارات. صندوق التعليم حياة بيجيب مطور تعليمي وبنصمم المنهج حسب متطلبات سوق العمل، وبكده نبقى سدينا الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل. يعني الطالب بيتعلم اللي هيطلع يطبقه في سوق العمل بالظبط.